مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني طلاب الصف الثاني عشر التأسيسي، نبدأ اليوم بفضل الله تعالى مع درس من دروس مادة الفيزياء في الوحدة الرابعة خصائص الموجات. نستكمل ما بدأناه في الحصة الماضية من خصائص الموجات العامة. اليوم بفضل الله تعالى نتعرف على الخاصية الأولى من خصائص الضوء، ألا وهي انعكاس الضوء. ونعيش اليوم بفضل الله تعالى مع هذا الدرس، ولكن في البداية نتعلم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة للمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي والنسائي أنه من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيض الله تعالى له ملك قال له: كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان، وتنصرف عنه الشياطين. سائر اليوم يعني أرجو من إخوان الطلاب ومن نفسي أن نذكر أنفسنا بذلك، أنه عند خروجنا من المنزل أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نجدد نوايانا وننطلق بفضل الله تعالى مع بداية الأهداف التي سندرسها اليوم إن شاء الله تعالى. سنتعرف بإذن الله تعالى في هذه الحصة المختصرة، في هذا الفيديو البسيط، على التعرف على انعكاس الضوء، ماهية انعكاس الضوء، ثم نقارن بين نوعي الانعكاس المنتظم وغير المنتظم، ثم سنتعرف بفضل الله تعالى على تطبيقات الانعكاس. لو عرفنا بالبداية حبيبي كده ما معنى كلمة انعكاس الضوء؟ خاصية الانعكاس ما هي إلا امتداد للموجة الساقطة عن السطح العاكس، وكأنها صادرة من نقطة مناظرة لمنبع الموجة الساقطة بالنسبة للسطح العاكس. زي ما احنا شايفين حضراتكم، ادي هنا وليكن ده الشعاع الساقط هو بيسقط هنا على سطح عاكس، وليكن مرآة مصقولة كما بالشكل. نلاحظ ان الشعاع الساقط بينعكس كأنه خارج من نفس المرآة، كأنه خارج من النقطة دي. النقطة دي ممكن نسميها نقطة السقوط، وممكن نسميها نقطة الانعكاس. وهنا طبعا في المنتصف في عمود، ده بنسميه العمود المقام، وده نقطة وهمية، عمود وهمي بيطلع من نقطة الانعكاس عمود على السطح العاكس. وهنا زاوية السقوط ثيتا اي، وهنا زاوية الانعكاس ثيتا اي. يبقى الانعكاس ما هو إلا ارتداد للموجة، ارتداد الموجة عن السطح العاكس، وكأنها صادرة منين؟ من نقطة مناظرة لمنبع الموجة الساقطة بالنسبة للسطح العاكس. الانعكاس زي أي خاصية فيزيائية بتخضع لمجموعة من القوانين. القانون الأول اللي بيخضع ليه الانعكاس أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، ثيتا اي تساوي ثيتا اي. يبقى ده القانون الأول، أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، وهنشوفها الآن إن شاء الله بشكل أوضح. القانون الثاني بيقول لي أن الشعاع الضوء الساقط وشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. لابد ان الشعاع الساقط والمنعكس والعمود المقام لازم يكونوا في مستوى واحد وعمودي على السطح العاكس. لو شفنا مع بعض كده حبايبي، لو شفنا مع بعض آلية الانعكاس وشكلها وبتتم ازاي، لو بصينا هنا ادي شكل الاشعه الساقطه، هي ثلاث اشعه اللي باللون الازرق، مجرد ما تصطدم بالسطح العاكس بتنعكس، وده طبعا نوع من انواع الانعكاس المنتظم. طبعا زي ما شايفين حضراتكم بيبدا الاشعه ترجع. لو شفنا قوانين الانعكاس هنلاقي ان زاويه السقوط 50، زاويه الانعكاس كمان 50. طب نشوف كده لو زودنا زاويه السقوط ايه اللي يحصل. كل ما نزود زاويه السقوط بتزيد معاه زاويه الانعكاس، كل ما نقلل زاويه السقوط بتقل معاه زاويه الانعكاس. وده يحقق القانون الاول من قوانين الانعكاس الضوئي، ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس. وزي ما انتم شايفين حضراتكم الاشعه كلها ماشيه نفس زاويه السقوط نفس زاويه الانعكاس، والعكس صحيح، اذا قللنا زاويه السقوط كمان بتقل زاويه الانعكاس. وزي ما احنا شايفين تحقيقا للقانون الثاني، ان الاشعه الضوئيه الساقطه والاشعه الضوئيه المنعكسه والعمود المقام جميعا في مستوى افقي واحد عمودي على السطح العاكس. ودول القانونين اللي بيحكموا عمليه ايه؟ عمليه الانعكاس. خلي بالك انا الزاويه اللي بقصدها بزاويه السقوط الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام، وليس الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الساقط
وبين السطح العكس، خلي بالك الزاوية اللي فوق مش اللي تحت. وكذلك في زاوية الانعكاس، أنا بقصد الزاوية المحصورة ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط، ما بقصدش الزاوية اللي تحت. ولو جات لي الزاوية اللي تحت في سؤال لابد إن أنا آخد المتممة، أنا بشتغل على الزوايا اللي فوق، بشتغل على الزاويتين اللي فوق سواء زاوية السقوط أو زاوية الانعكاس. دي كده هي مجموعة القوانين اللي بتحكم عملية الانعكاس، القانون الأول والقانون الثاني. طيب إيه أنواع الانعكاس اللي بتحصل في حياتنا؟ الانعكاس له نوع من الاثنين، يا إما انعكاس منتظم إذا كانت زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، إذا كان السطح اللي عندي سطح أملس أو سطح مصقول، وبالتالي في الحالة دي الأشعة المنعكسة بتكون متوازية زي الأشعة الساقطة كمان ما هي متوازية، وبالتالي الانعكاس المنتظم بتكون فيه الأشعة المنعكسة متوازية كما الأشعة الساقطة، وده بيحصل على الأسطح المصقولة أو الأسطح الملسة. لكن لو بصينا الانعكاس غير المنتظم، ده طبعا زي المايه، الانعكاس المنتظم، الانعكاس غير المنتظم اللي بيحصل على الاسطح الخشنه زي ما احنا شايفين، زاويه السقوط عمرها ما تساوي زاويه الانعكاس، بتلاحظ ان كل شعاع احمر ماشي في اتجاه مختلف، الاشعه متفرقه، الاشعه الساقطه متوازيه، اوكي، لكن الاشعه المنعكسه لا، الاشعه المنعكسه ماشيه متفرقه، مش ماشيه في نفس الاتجاه. وده بيحصل على الخشب، بيحصل على الجلد، على الورق، على المناديل، على جدران الحوائط، كل دي ان الانعكاس بيتم فيها بيكون انعكاس غير منتظم، والذي تكون فيه الاشعه المنعكسه متفرقه مع ان الاشعه الساقطه متوازيه، ويحصل اسطح خشنه مثل الورق. يبقى بالتالي انواع الانعكاس عندي يا اما انعكاس منتظم او انعكاس غير منتظم، يا اما انعكاس منتظم او انعكاس غير منتظم، يعني معناها الحوائط اللي عندك في البيت تعمل انعكاس، ولذلك انت لو عايز اضاءة عالية في المكان بتعمل دهنات الحوائط، بتكون دهنات فاتحة باللون الابيض او اللون الاصفر الفاتح او غيره. الملابس البيضاء اللي بنلبسها في الصيف، ما احنا بنلبس الملابس البيضاء في الصيف عشان تعكس الضوء والحرارة، في الشتاء بنلبس ملابس السوداء او الغامقة بحيث انها تمتص الاشعة الساقطة، ولكن الانعكاسين سواء على الملابس البيضاء او الملابس السوداء او الغامقة الاثنين هو انعكاس غير منتظم، ولكن الانعكاس المنتظم اللي عندي بيتم على الاسطح المصقوله والاسطح الناعمه. ايه تطبيقات الانعكاس في حياتنا؟ اهم تطبيقات الانعكاس في حياتنا وفوائده، اولا ممكن استخدمه في السيارات في اكثر من مكان، وخصوصا المايات الجانبيه في السياره، المايه الجانبيه استخدم فيها مايه محدبه. كمان المرآه اللي في المنتصف ممكن استخدامها، وممكن تستخدم يا مرآه مستويه او مرآه مقعره. الكشافات الاماميه بيكون فيها مايه مقعره لتجميع الضوء ان هو يمشي مسافات طويله امام السياره وتجمعه في نقطه محدده. ده استخدام من ضمن استخدامات المايه وتطبيق من تطبيقات الانعكاس الحياتيه. كذلك ممكن يستخدم عند دكتور الاسنان في مرآة طبيب الاسنان عشان يحدد هيشتغل فين. طبعا مش شغال بشهريه ولا حاجه، هو بس يعني دكاتره الاسنان طبعا من الحاجات المؤلمه جدا للانسان، ولذلك لابد ان هو يحدد بعنايه المكان اللي هيعمل فيه، وعشان كده بيحتاج مرآة مقعرة بتعمل له عملية تكبير للسن، طبعا بالإضافة للأجهزة الحديثة الآن بالتصوير. لو الفايدة الثالثة أو التطبيق الثالث الحياتي، إن أنا ممكن أستخدمها في الديكورات المختلفة في البيت، إن أنا أعمل اتساع في مكان ضيق. دايما بتلاقي في كتير من المنازل ممكن خلف الحمام أو أمام الحمام ممكن تكون منطقة ضيقة، ممكن نحط مراية كبيرة تعمل سعة في المكان. في بعض الناس في المجالس وفي البيوت بيجي على جدران من الجدران ويخلي الحائط بالكامل، اذا كان مثلا 5 متر في 5 متر مثلا، ممكن يخليهم بالكامل على هيئه مرآه، فبتعمل اتساع وسعه في المكان. وبالتالي ممكن تستخدم المايه كجزء من ديكور البيت، ان يغير اشكال البيت بمايه مختلفه في اماكن مختلفه. كذلك ممكن تستخدم في الرقابه في المولات وغيره. من ضمن كمان تطبيقات الانعكاس اصدارات الصدى، ان انا اشتغل على تحديد الاماكن، اقيس المسافه، قياس المسافه ممكن استخدمها في تحديد تجمعات السمك اسفل الانهار والبحار والمحيطات. ودي كانت تطبيقات الانعكاس. يبقى النهارده عشنا مع تعريف الانعكاس ومع انواع الانعكاس ومع قوانين الانعكاس، واخيرا ختمنا بتطبيقات الانعكاس. اسال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الجلسة القصيرة المختصرة حول ظاهرة انعكاس الضوء،
أن تكونوا قد استفدتم بهذه المعلومات. إن شاء الله نتواصل على المنتدى للنقاش، من كان لديه سؤال أو استفسار أو أي شيء، ولمزيد من المعلومات نلتقي عليه بإذن الله رب العالمين. وأخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.